المشاهد الدامية التي تشهدها عرسال اليوم نتيجة تراخي الدولة في الأمس البعيد القريب كان العماد ميشيل عون حذر منها منذ أكثر من سنتين، في وقت كان الآخرون لا يرون بداعش وهذه الخلايا الإرهابية أي تأثير أو ثقل على لبنان ولم يعترفوا بها أصلاً. العماد عون تخوف من هذه الخلايا وأعلن عن هذا الأمر منذ 24 من شهر نيسان عام 2012 مع بدء تدفق النازحين السوريين إلى لبنان قائلاً لا يمكن ضبط الحدود 100%، مستشهداً بصحيفتي دير شبيكل ولوموند اللتين تحدثتا عن الجيش السوري الحر في لبنان، ولكن حتى الحكومة لم تسمع فتحفظ على سلوكها. الحدود اللبنانية مش كلهم لاجئين، ما حدا عم يتأكد من صفة يلي عم يلجأوا، وبعدين عم يزيدوا الأعداد بكثرة، كمان هالشي هيدا بشكل خطر، وخاصة إذا كانوا من اللي عم يحاربوا على الأرض السورية. نحن إنسانياً أوكي منلتزم، بس هن اللي التزموا تعرف أنت قصة اللجوء، بتبلش واحد طالب تساعده بالآخر بيتمرد عليك. تخوف العماد عون من الخلايا الإرهابية تجلى في ذكرى العودة في الخامس من أيار من العام 2012، حيث طرح هواجسه سائلا هل هناك تحضير للقاعدة في لبنان؟ عم دافع عن البوذي وعن الهندوسي وعن المسلم في غير بلد وعن أي إنسان أن يتمتع بحرية المعتقد. أمريكا يلي إجا ممثلنا من يومين مع جوزيف ليبرمان، وقبلا جاءنا ما بعرف ديفيد كوهين، شو جو يعملوا لبنان؟ ماذا تعني زيارة ولي خالد؟ هل هناك تحضير لقاعدة في لبنان أو لم تقبل علنا ولكن ستقبل بالأمر الواقع؟ في الشهر عينه من السنة عينها حصلت تعديات على الجيش في الشمال اللبناني ومواقف نيابية ضد المؤسسة العسكرية رفضها رئيس تكتل التغيير والإصلاح فهي ضمن المخطط نفسه، وقال في تاريخ 22 أيار 2012 إن كل ما نبه منه حصل والهدف أن ينالوا من هيبة الجيش، قائلاً على الجيش أن يكثف حضوره ويمنع أي تجول مسلح ويضبط الحدود. من أمتى عم بيهاجموا الجيش؟ ما بيريدوا يكون الجيش موجود، هن بدهم يقللوا هيبة الجيش، ما بدهم يخلوا له يكون له سلطة معنوية على المواطنين، والجيش بده يضل مقامه عالي، هو القوة الوحيدة يلي نحن منأمن لها. أما كل اللي عم نشوفه بعكار هيدا قبل كل شيء الحفلة الجنونية، هن بدهم يدفعوا حقها مش بالتهديد منا. بكرة الأحداث تذكروا مين بدهم يدفع حق الفوضى كلها إذا ما كان هؤلاء اللي عم يعملوها هن والسياسيين تبعهم. وبكرة ما بستغرب إذا أعلنوا إمارة هونيك. مرات عدة دعا العماد عون الحكومة اللبنانية إلى عدم النأي بالنفس عن عكار والبقاع والمناطق اللبنانية كافة، وقال لا نريد اجتياز الحدود لنعلم ما يحصل في سوريا، ولكن يجب أن نتنبه للأمور التي تحصل على أرضنا، فطرابلس وضواحيها تضم 400,000 إنسان، وعلى الحكومة الاختيار بين حلين، هل تريد المسلحين أم تريد المواطنين؟ على الحكومة أن تختار أي حل بدها المسلحين ولا بدها المواطنين. بتأمل أنه هلأ أنه الحكومة تأخذ الإجراء اللازم بالبقاع الشرقي أو بالشمال لإعادة الأمن إلى نصابه. قصة المزايدة والهجوم على الجيش بعتقده أنا هو ضرب بالمعنويات لحتى تعمموا الفوضى بالبلد ويصير في سيطرة على المنطقة. هذه مقتطفات من مواقف العماد ميشيل عون وتحذيراته المستمرة حتى اليوم، ولكن هل من يسمع؟